طبعا انعقد الجامعة الشعبية في دورتها 13 اللي تحت إشراف أكاديمية الحسن اليوسي كان بودنا كما كتعرفوا أن الجامعة الشعبية دائما تتعرض لمواضيع علمية مواضيع فكرية مواضيع ذات طابع هوياتي ولكن اليوم طبعا الغيبوبة السياسية اللي كتعيشها حكومة الموقرة فرضت علينا أننا نتناولوا واحد الموضوع طبعا اللي كيكتوي به الشارع كيكتوي به المواطن ففي ظل هذه الغيبوبة اللي الحكومة تصر أنها ما تخرش عليها ارتئينا أننا نتناولوا هذا الموضوع ديال الغلاء ديال المعيشة اللي فعلا احنا كنشوفوا المغاربة وصلت فيهم العدم. كنا كنتمنوا الحكومة أنها تخرج تعطي حلول تعطي بدائل تواصل مع المواطنين مع كامل الأسف هذا الشيء غاب. اليوم على مستوى الجامعة الشعبية كنقدموا البديل الحركي كنقولوا لهذه الحكومة مادام أنك تقول هناك معارضة اللي كتغوت من أجل الغوات اليوم عندنا عشرات ديال البدائل وعشرات ديال الاقتراحات اللي كنعتبروها حلول آنية للتخفيف من على القدرة الشرائية ديال المواطن. اليوم مع كامل الأسف كنتحدثوا على حكومة الكفاءات وهي في الواقع راه حكومة الشهادات كما قال لي واحد الصديق شي كيشهد في شي وصافي هذا الشيء اللي كاين لأن الكفاءة الحقيقية ماشي هي الاكتفاء يعني بالدور ديال الاطفائي لان شنو كنشوفوا اليوم حتى كتشعل العافيه حتى كتوصل في المواطن الاعظم عاد كنشوفوهم كيخرجوا بواحد مبادرات ترقيعيه اللي يمكن حتى في الوقت اليوم الراهن ما يمكنش تحقق لان اليوم كنتحدثوا على الاجراءات اللي تخذات. نعطيو نرجعوا مثلا للمساله ديال اللحم مثلا اللحوم هضروا على يعني اللي غادي يخفضوا من غادي يحذفوا الضريبه ديال الاستهلاك غادي يحذفوا الضريبه ديال على على, 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 على على الاستيراد وعلى ضريبة الدخل. هذه تدابير مزيانة ما كنقولوش لا ولكن علاش ما طبقوش هالتدابير نهار هضرنا عليها يعني فيما يتعلق في المحروقات. إذن بالنسبة للمحروقات ما صالحاش كرش الطوموبيل ماشي هي كرش المواطن بالنسبة للمحروقات ما صالحاش واليوم صالحة علما أن هذه المداخل كلها كتمشي للخزانة ديال المداخل الدولة اللي فعلا بغاو يصابوا بها هذه البرامج اللي كيتحدثوا عليها ديال التعليم وديال الصحة إلى آخره. معكم كامل الأسف الحكومة اليوم تقر بالعجز ديالها بالفشل ديالها في مواجهة الأزمات. حنا شفنا أزمة مور أزمة المغاربة خرجوا من واحد مجموعة ديال الأزمات ما عملناش في الحكومة فعلا أنها وصلت كانت بجانب المواطن المقهور المواطن اللي تاق فيها. اليوم الحكومة عندها كل مقومات النجاح كترأس الحكومة كترأس البرلمان كترأس الجهات كترأس المجالس الترابية من الشمال المغربي إلى الجنوب ديالو. إذا مقومات النجاح حاضرة أشنو كيبقى؟ المغاربة عطاوكم كل شيء اليوم المغاربة كيتسناو شنو غادي ياخذوا منكم كنخلي لكم ربما الجواب باش تشوفوا شنو خداو المغاربة. شكرا. جامعة الحسن اليوسي في دورتها 13 تعالج موضوع من المواضيع الحارقة اللي حرقت المغاربة وحرقت جيوب المغاربة موضوع القدرة الشرائية وموضوع غلاء المعيشة. حقيقة جامعة الحسن اليوسي كانت دائما تناقش مواضيع اللي هي فكرية وحقوقية في واحد المستوى معين كانت تثير النقاش المجتمعي في مواضيع كتهم المغاربة ولكن اليوم في إطار التفاعل ديالها مع المحيط ديالها السوسيو اقتصادي كتنظم هذا اللقاء هذا الندوة باش تناقش مع المغاربة همومهم ماشي من منطلق أن احنا في الحركة الشعبية أو الجامعة اليوسي كنعرفوا الهم المغاربة أكثر منهم بالعكس احنا مكوين به بحالهم ولكن هذا فضاء اليوم للحوار التقاء أنفاس الناس وأفكارهم من خلال الخبراء والمحاور اللي غادي يكونوا معنا باش نوصلوا شنو هي الأسباب والمسببات وعلاش اليوم المسؤولين على هذا الشيء ما قدروش يعالجوه وشنو هي الحلول الممكنة وعلاش ما كيستمعوا لهاش. فكنتمنى أن هذا النقاش يحظى بالاهتمام لأنه جزء من نقاش عمومي مهم وآني وحارق في بلادنا.